بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويطرد في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الفصل يذكر فيه المؤلف كيفية إقامة الحد، إقامة الحد إذا كان بالجلد وهو الضرب. فقال: يضرب بصوت، يعني بعصا، لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يكون قويا والخلق يكون ضعيفا لا يحصل به المقصود، والجديد يحصل به زيادة، والمطلوب التوسط، فيكون ضربه متوسطا، ليس ضربا قويا ولا ضربا ضعيفا لا يؤلمه، بل يكون بين ذلك. نعم. لما روى أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بصوت جديد لم تكسره الرجل، فقال: بين هذين. رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وروي عن أبي هريرة مسندا. ولأن هذا هو العدل، لأن هذا هو العدل بين الضرب الذي لا يؤلمه والضرب الذي يزيد في المطلوب ويعذب المجلود. نعم. وقد روى علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. ضرب بين ضربين، بين الضرب الشديد والضرب الضعيف، أن يكون ضربا متوسطا. نعم. بين صوتين، بين الجديد، الصوت الجديد والصوت الخلق، يعني البالي. نعم. فيكون وسطاً لا جديد فيجرح، وسطاً فيكون وسطاً لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم. نعم. وهكذا العذاب يكون وسطاً، لا شديد فيرشد ولا ضعيف فلا يخلع. نعم، هكذا يكون تعذيب الجاني، لا يشتد في تعذيبه ولا يتساهل، بل يكون تعذيبا وسطا يحصل به المقصود وهو الردع. نعم. ولا يرفع باعه، ولا يرفع باعه كل رفع. الجالد لا يشتد، الجالد فيرفع يده رفعا شديدا، لأن هذا من قوة الضرب، ولا يخفض يده حيث لا يؤلم، بل يتوسط في رفع يده. نعم. ولا يرفع باعه كل رفع، ولا يخفضه فلا يؤلم. نعم. قال أحمد: لا يؤذي إلقاءه في شيء من الحدود، يعني لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أنه لا قتله. نعم. ولا يمد، المحدود لا يمد على الأرض، ولا لأن هذا لم يرد في صفة إقامة الحدود، لا يمد ولا يربط، تربط يداه ورجلاه، بل يضرب واقفا، يضرب وهو واقف أو وهو جالس. نعم. ولا يمد ولا يجرد، ولا يجرد من ثيابه، لأن في هذا كشف لعورته، وفيه أيضا زيادة إيلام لجلده، تترك ثيابه عليه، وكذلك لا يكون عليه ثياب كثيرة تمنع وصول الضرب إلى جلده، تكون عليه ثياب متوسطة معتادة، لأن بعض المجرمين يجعل على
على جسمه شيئا يقيه من الضرب، فيجب تفقد هذا عند إقامة الحد، يتفقد وينظر في لباسه الذي عليه هل هو معتاد ولا في غير معتاد يمنع الضرب. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تدريب. ليس في ديننا مد، وهو مد المحدود على الأرض، ولا قيد بأن تقيد أطرافه. نعم، مد ولا قيد ولا تجريد من ثيابه. نعم. وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل عن أحد مد ولا قيد ولا تجريد، لكن لابد من ضبطه، لابد من ضبط المحدود لئلا يهرب أو يحصل منه رد فعل، لابد من ضبطه بأن يمسك حتى يتمكن من إقامة الحد عليه. نعم. ولا تنزع ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، الثياب التي لا تمنع وصول الضرب إلى جسمه. نعم. وإن كان عليه ثوب أو جبة محشوبة نزعت، إذا كان عليه ثياب غليظة سميكة إنها تنزع، وكما قلنا لابد من تفقده عند الضرب. نعم. وإن كان عليه ثوب أو جبة محشوبة نزعت، لأنه لو ترد عليه ذلك لم يبالي بالضرب. نعم. مسألة: ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. يتقى ضربه مع المواضع الحساسة، فلا يضرب مع وجهه، لأن الوجه مجمع الحواس، فيه البصر وفيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الوجه. كذلك لا يضرب في مع فرجه، لأن الفرج حساس وربما يؤدي إلى قتله. نعم. ويتقى وجهه ورأسه، لأن الرأس أيضا حساس وفيه السمع، فيه السمع وفيه المخ وفيه الرأس حساس، لا يضرب مع رأسه إنما يضرب مع جسمه، ظهره أو جنبيه. نعم. ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، لأنها مقاتل. نعم. وليس الوصف قتله. نعم. وقال علي رضي الله عنه: لكل موضع من الحق حق إلا الوجه والفرج. يعني يفرق الضرب على جسمه، كذلك لا يجوز أن يكون الضرب في محل واحد، بل يفرق على جسمه لينال كل موضع من الجسم حظه من الألم، وأيضا لأنه لو توالى الضرب على موضع واحد فإن ذلك يؤدي إلى الضرر، شق الجلد أو الجرح أو قتل الشخص إذا كان لا يتحمل. نعم. وقال للجلاد: اضرب وأوجع واتقع الرأس والوجه. وينبغي، هذا كلام علي رضي الله عنه، اضرب وأوجع، يعني لا يكون ضربا ضعيفا لا يحس به المجلود، واتقي هذه المواضع التي فيها المقاتل. نعم. وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد. نعم. ويكثر منه في مواضع اللحم كالإبيتين والفخذين، المواضع التي تتحمل الضرب، يجعل غالب الضرب عليها لكن لا يقتصر عليها، بل يفرقه على جسمه حتى ينال جسمه العذاب. نعم. والمرأة كالرجل في ذلك، في جميع ما سبق من أنها تضرب بصوت متوسط ويكون ضربا بين ضربين ليس بالشديد ولا بالهين، وتبقى عليها ثيابها لأنها عورة، فهي مثل الرجل فيما سبق. نعم. مسألة: ويقرب الرجل قائما
نعم، هذا هو العمل عند السلف الصالح، أنهم يضربون المحدودين وهم قيام من أجل أن يراهم الناس، لأن هذا فيه تشهير بهذا المحدود، يراه الناس. أما لو كان مطروحا على الأرض فإن الناس لا يرونه. نعم. ويقرأ غير قائمة، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حقه من الضرب. وقال مالك: يضرب جالسا، لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام، ولأنه مسجود في حد أشبه المرأة. قلنا: ولم يضرب بالجلوس أيضا. يعني ما ورد في الشرع ضربه قائما ولا قاعدا، وإنما الله جل وعلا قال: فاجلدوهم، اجلدوهم، هذا في الزنا، وقال: اجلدوهم أيضا في القلب. ولم يبين سبحانه ما يكون عليه من قيام أو قعود، لأن هذا موكول إلى نظر الإمام، ما يراه وما يراه أحسن. نعم. قلنا: وضربه قائما يحصل به التشهير والرؤية، ويحصل به تفريق الضرب على البدن، لأنه لو كان جالسا ما أمكن تفريق الضرب على جميع بدنه، لأنه لا يتبين جميع البدن إلا من الواقف. نعم. قلنا: ولم يأمر بالجلوس أيضا، ولم يذكر الكيفية، فعلمناها من دليل آخر. علمناها من الآثار، علمنا الكيفية من الآثار عن السلف وكيف ضربوا. نعم. مثل ما نقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود. نعم. وأما المرأة فتضرب جالسة، لأن هذا أستر لها. المرأة لا تضرب قائمة بل تضرب جالسة، لأن هذا أستر لها. نعم. وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أسفل لها. نعم. أسفل. وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها، تشد عليها ثيابها، يعني تربط عليها الثياب لئلا تتكشف أثناء الضرب. نعم. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم. لئلا تنكشف، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها. نعم. ويفارق اللعان، فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة. اللعان كما يأتي يلاعن الرجل والمرأة وهما قائمان، لأن اللعان ليس فيه ضرب، إنما هو كلام وأيمان. نعم. ويبارك اللعان، فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة. نعم. وتشد عليها ثيابها، لئلا يكشف شيء من عورتها عند الضرب. وفي حديث عمران بن حصين قال: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها. هذه الغامدية رضي الله عنها، الغامدية التي اعترفت بالزنا وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليها، فلما تكرر منها ذلك وأصرت إلا أن يقام عليها الحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشك عليها ثيابها، يعني تربط، ثم أمر بها فرجمت. نعم. فدل على أن المرأة تشد عليها ثيابها. نعم. قال: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. نعم. قال الأوزاعي: يعني فشدت عليها. نعم. ومن كان مريضا يرجى فوقه حتى يرى. إذا وجب الحد على مريض، وجب الجلد على مريض، فإنه ينظر، فإن كان يرجى شفاؤه فإنه يؤجل حتى يشفى ثم يقام عليه الحد، لأنه لو أقيم عليه وهو مريض على الصفة الشرعية أدى هذا إلى قتله، لأنه لا يتحمل. أما إن كان لا يرجى برؤه فإنه يجلد في الحال وهو مريض، لكن يخفف
يخفف عنه الضرب فيضرب ضربا يتناسب مع حالته. وإذا وجب الحد على امرأة حامل فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع الولد. فإن كان هذا الحد جلدا فإنها تجلد بعد وضع الولد، وإن كان الحد رجما فإنه يؤجل إلى أن تفطمه، تفطم الولد. نعم. ومن كان مريضا يرجى أخر حتى يرضى، لما روى أبو داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: هجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسير لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي أقرأت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسير. فقال: دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد. الله مسلم بنحو من هذا المعنى. نعم. مسألة يعني مريضة أو حائض. نعم. فإن لم يرجى برؤه فخشي عليه من الصوت جلد بضد فيه عيدان بعدد ما يجب عليه. إن كان لا يرجى برؤه فإنه يجلد بصوت يناسبه، وإن كان لا يتحمل الصوت والعدد عدد الضربات فإنه يجلد بضغط، يعني عذق في شماريخ بعدد الجلدات، فيه 100 شمراخ إن كان الحد زنا، أو 80 إن كان الحد قذفا 80 شمراخ. وذلك لقوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعم. ولأن رجلاً رويجلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنى، رويجل يعني ضعيف البنية، زنى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالضغط. نعم. فإن لم يرجى فخشي عليه من السوء جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، يعني يضرب بالعذق اللي فيه الشماريخ مرة واحدة، يصير كل شمراخ عن صوت، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. نعم. لما روى أبو أمامة ابن سهلين عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى رجل منهم حتى ظني. اشتكى يعني مرض حتى ظني، يعني ضعف جدا من المرض. لكن وهو في هذه الحالة جاءته جارية فافتتن بها وزنى بها. نعم. حتى ظني فعال جدا على عظم، يعني نحل جدا، صار جلدا على عظم من النحول. نعم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبره بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا لأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليه لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على أرض. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمار فيضربه بها ضربة واحدة. نعم. هذه القصة تدل على خطورة النساء على الرجال وإن كانوا مرضى، إن كانوا ضعافا، فالفتنة لا تؤمن إذا خلى رجل بامرأة ولو كان الرجل مريضا ولو كان الرجل ضعيفا فإنه لا يؤمن من الفتنة، لأن هذا الرجل بلغت به الحال إلى هذا الحد من الضعف، ومع هذا فتن بهذه الجارية ووقع عليها، ولكن إيمانه حمله على أن يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب 100 شمراخ عن 100 صوت ضربة واحدة. نعم. ودل هذا أيضا على أن الحد لا يسقط، على أن الحد لا يسقط. نعم.
وإنما يقام على قدر الاستطاعة. نعم. قال ابن المنذر: هذا الحديث في إسناده مقال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن الآية تعبده: خذ بيدك غغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه حلف، لأن أيوب عليه السلام حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة بسبب أنها أخطأت خطأ، فحلف أن يضربها 100 جلدة، ولكن كانت ضعيفة لا تتحمل، فأفتاه الله جل وعلا بأن يأخذ الضغث ويضربها به مرة واحدة حتى تبر يمينه. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا، فإن هذا يكفي في التحلل من اليمين. هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه السلام، فهي تعبد هذا الحديث وإن كان ضعيفا. ولقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن المريض تخفف عنه الصلاة، أيضا تخفف عنه الصلاة بالجمع بين الصلاتين وبالتيمم بدل الماء إذا حجز عن الماء، فالمريض أيضا حتى في الصلاة يصلي على حسب حاله، وأيضا يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ بالركوع والسجود، فخففت عنه الصلاة. فكذلك الحد يخفف عنه ويقام عليه بحسب الاستطاعة. نعم. هذا إذا كان لا يرجى شفاؤه، أما إذا كان يرجى شفاؤه فإنه يؤجل حتى يشفى ويقام عليه الحد. نعم. أصبر، وإذا اجتمعت حدود لله عز وجل فيها قتل وسقط سائرها. إذا اجتمعت حدود على رجل فيها أحدها قتل وفيها جلد، فإن الحدود التي دون القتل تدخل في القتل فيقتل ويكفي عن الجميع، يدخل الأصغر في الأكبر. إذا كان عليه جلد بالقذف أو بالزنا وهو محصى وهو بكر عليه 100 جلدة، ووجب عليه القتل في حد مثل حد القصاص، فإنه يكتفى بالقتل لأنه أعظم الحدود ويدخل ما دونه فيه. نعم. وإذا اجتمعت حدود الله عز وجل فيها قتل قتل وسقط سائرها، قال قول عبد الله بن مسعود، فقال الشافعي: تستوفى جميعها، لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص بالأطراف. الشافعي يقول: لا، يجلد ثم يقتل، يستوفى الحدود التي عليه. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثيب: جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم، فيجلد أولا ثم يرجم بالحجارة. نعم. ولنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولا مخالف له من الصحابة، ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع. المحارب وهو قاطع الطريق إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ويكتفى بذلك عن قطع يده ورجله من خلاف، لأن القتل هو الأكبر فيدخل ما دونه فيه. هذا وجهة المذهب. نعم. ولأن هذه الحدود تراد للزجر، ومن يقتل فلا فائدة في زجره. نعم. فيخالف حق الآدمي فإنه آكل. مسألة:
ومن زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد بحد واحد. إذا حصل منه الزنا عدة مرات قبل أن يقام عليه الحد فإنه يكفي حد واحد عن الجميع ولا يكرر، أو سرق عدة مرات قبل أن تقطع يده فإنه يكفي قطع يده اليمنى ويكفي عن جميع السرقات الماضية، بخلاف ما إذا تكررت منه الجريمة بعد إقامة الحد فإنه يكرر عليه الحد. نعم. حتى إذا لم يرتدع فإنه يقتل في النهاية. نعم. لأن الحد كفارة لمن يحد، فإذا فعل مجلة مرارا أجزأ حد واحد كالأيمان بالله سبحانه. كالأيمان، إذا كرر الأيمان على أن لا يفعل شيئا أو أن يفعله قبل أن يكفر إن عليه كفارة واحدة عن جميع الأيمان. نعم. كالأيمان بالله سبحانه فإنه تجزئه كفارة واحدة، وكما لو وضئ في رمضان في يوم مرتين فإنه تجزئه كفارة واحدة. لو تكرر منه الوطئ في نهار رمضان عدة مرات فإنه يكفي كفارة واحدة، أما لو كرر الجماع في عدة أيام فإن كل يوم له كفارة. نعم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. ابن المنذر هو الإمام المشهور، وله كتاب يذكر فيه الإجماعات، إجماعات أهل العلم، وهو مطبوع، لكن يقول العلماء إنه في حكاية بعض الإجماعات فيه تساهل، إذا رأى قول أكثر أهل العلم عده إجماعا، ففيه تساهل في حكاية الإجماع. نعم. مسألة: وإذا اجتمعت حلول من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها بوجود أسبابها. هذا إذا كان الحد من جنس، إذا كان الحد من جنس واحد، أما إذا كان الحد من أجناس مختلفة فلا بد من إقامة كل حد على حدة، كما لو سرق وزنى وشرب الخمر فهذا يجلد للخمر ويجلد للزنا إن كان بكرا وتقطع يده في السرقة. نعم. مسألة: ويبدأ بالأخف فالأخف منها. نعم. فلو شرب وزنى وسرق، نعم، بدأ بحد الشرب ثم بحد الزنا، لأن حد الشرب أخف من حد الزنا، لأن حد الشرب 80 جلدة وحد الزنا 100 جلدة. نعم. فيبدأ بالأخف. نعم. فإنه إما 40 وإما 80 على الخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحو من 40، ولكن لما كثر شرب الخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس، استشار الصحابة، فأشاروا عليه أن يجعل الجلد في شرب الخمر 80 جلدة قياسا على حد القذف، لأن من شرب هذا ومن هذا افترى، فأجمعوا على جعله 80 جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعد. وبعض العلماء يقول إن 40 هي الحد، وما زاد عليها فهو من باب التعزير، يفعله الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك، فيجتمع فيه حد وتعزير. أما الحد فلا بد منه 40، وأما الزيادة على 40 فإنها من باب التعزير، يفعلها ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه، ولعل هذا القول هو الأقرب. نعم. لأن حد الشرب أخف من حد الزنا، فإنه إما 40 وإما 80 على الخلاف. نعم. وحد الزنا 100. نعم. حد الزنا 100 بالكتاب والإجماع، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مئة جلدة، هذا البكر. وأما الثيب فجاء حده بالسنة أنه يرجم، جاء حده بالسنة أنه يرجم. وجلد ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم خلفاؤه من بعده، وعمل بذلك المسلمون خلفا عن سلف. نعم. ثم يقطع السرقة، يجلد عن الشرب، ثم يقطع في السرقة، يعني يجمع عليه بين الحدود المختلفة. نعم. مسألة، وتدرار الحدود بشبهات. نعم، إذا كان المجرم له شبهة، ادعى أنه مكره مجبر على هذا الشيء، أو ادعى أنه كان في حالة غيبوبة عقل يوم يفعل هذا الشيء، إما بنوم وإما بسكر لم يتعمده، شرب شيئا أو أنه تعاطى شيئا من المواد التي أسكرته أو خدرته وهو لا يعلم عن ذلك وفعل هذه الجريمة وهو غير متعمد، يقبل منه هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود بالشبهات. نعم. أما إذا لم يكن هناك شبهة فلا بد من إقامة الحد. نعم. وتدرى الحدود بالشبهات، نعم، بقوله عليه الصلاة والسلام: ادروا الحدود بالشبهات، أي ادفعوها، ادروا يعني ادفعوها بالشبهات. إذا كان هناك شبهة يدعيها المجرم وهذه الشبهة ممكنة فإنها تدرى عنه الحد. نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحضر عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرى بالشبهات. نعم. ولو زنى بجاريات له فيها شرك، وإن قل أو بولده لم يحد. إذا زنى بجارية وله فيها شرك، يعني مشتركة بينه وبين غيره، فإنه يدرى عنه الحد، لأنه ظن أن اشتراكه في ملكها يبيح له الوضع، هذه شبهة، ولا يبيح له الوضع شرعا، لكن هو ظن هذا يكون ما تعمد الزنا، أنه بنى هذا على ظن منه، فهذه شبهة تدرى عنه الحد. أو ادعى أنه غلط في هذه المرأة، يظنها زوجته، تبين أنها غير زوجته، ويدعي أنه ما تعمد لكن ظنها زوجته، أنها كانت في ظلمة أو مكان ليس فيه ضياء، فهذه شبهة تدرى عنه الحد. إلا إذا عرف بالإجرام من قبل وعرف بأنه مجرم، هذا لا يقبل منه. نعم. أو بجارية لولده فيها شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك، فله أن يتمول من مال ابنه ما يريد، وبنى على هذا، هذه شبهة. نعم. لم يحد لأنه له فيها، وإن قال شبهة في دار الحد عنه. نعم. وكذلك إذا كانت بابنه لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت وما أنت لأبيك. فجارية ابنه كأنها جارية له، ومال ابنه مال له للوالد. نعم. ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه كوطئ المكاتبة والمعونة. نعم. مسألة: وإن وطئ في نكاح مختلف فيه كذلك من الشبهة أن يطأ في نكاح مختلف فيه، كالنكاح بدون شهود أو بدون ولي، فهذا النكاح غير صحيح، ولكن وجوده شبهة يدرى بها الحد عنه، ولا النكاح لا غير صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد أي عدل. عند الجمهور أنه غير صحيح، عند الحنفية صحيح،
فهو ظن إن هذا يبيح له الوطء، هذا العقد يبيح له الوطء، فوجود هذا العقد وإن كان مختلفا فيه فإنه شبهة. نعم، لكن يعزر على كل حال، يعزر ويؤدب. نعم. نكاح المتعة عند الشيعة، هذا المتعة معناها أن يتزوج المرأة مدة محددة، أن يتزوج المرأة مدة محددة كشهر أو سنة، هذا كان مباحا في أول الإسلام، كان مباحا في أول الإسلام، ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في آخر الأمر، فنسخ ما كان مباحا في أول الإسلام، وأجمع على ذلك أهل العلم أن المتعة نسخت صارت حراما. لكن إذا تزوج زواج متعة فلا شك أنه لا يقر على ذلك ويفرق بينه وبين هذه المرأة، لأن هذا العقد باطل، هذا العقد باطل، يجمع أهل العلم. ولكن هو ظن أنه صحيح، هو ظن أنه صحيح بناء على أنه كان مباحا في أول الأمر، ولأن بعض الفرق الضالة الشيعة تعتمده إلى الآن، فهو ظن أنه نكاح صحيح. هذه شبهة يدرى عنه الحد، لكن يفرق بينه وبين المرأة ويعزر تعزيرا بليغا. نعم. نكاح المتعة والشغار، الشغار نكاح الشغار باطل، لا يبيح الوطء، مثل البدل، مثل يقول زوجني بنتك وزوجك بنتي، فيجعل المرأة مقابل المرأة، هذا الشغار، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو، لأنه خال من المهر ومن رضا المرأتين، فهو نكاح باطل. ولكن إذا حصل منه به وطء فإنه لا يقام عليه الحد، لأن هذا شبهة، ظن إن هذا العقد أنه يبيح له الوطء، اعتمده ظن أنه صحيح، يقول له وش فيه، أنا أعطيته بنتي وأعطان بنتي، ولا بلغه النهي عن هذا، ما بلغه النهي، أو عامي ما يدري يحسب أنه إن البدل صحيح، فهذا يفرق بينهما والنكاح باطل، ولكن لا يقام عليه الحد، لأن وجود هذا العقد وإن كان باطلا شبهة تدرع عنه الحد. نعم. نكاح التحليل نكاح باطل، وهو ما إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له، إن طلقها الثالثة بعد الطلقتين الأوليين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني تزوجها زوج آخر زواج رغبة يريدها زوجة له ثم يرغب عنها فيطلقها، فللأول أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، لو أنه احتاله، أنا ما بصابر إلا ما يجي واحد يخطبه رغبه يبيها، ما بصابر، راح واتفق هو واحد على أنه يعقد عليها من أجل أنه ترجع للأول، اتفاقية حيلة، هذا باطل، هذا نكاح باطل، وهذا هو التيس المستعار، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم، نكاح التحليل باطل ويجب تأديب الاثنين. لكن لو حصل هذا ووطئ بناء على هذا العقد يظنه يبيح له الوطئ فإن هذه شبهة تدرى عنه الحد، وجود هذا العقد وإن كان باطلا يدرى عنه الحد. نعم. والنكاح بلا شهود أيضا نكاح فاسد وليس باطلا، نكاح بلا شهود أو بلا ولي هذا يسمونه النكاح الفاسد،
نظرا لوجود الخلاف بين أهل السنة فيه. الحنفية يرونه صحيحا لأنهم لا يشترطون وجود الشهود ولا يشترطون وجود الولي، يكفي عندهم الإيجاب والقبول والخلو من الموانع. فنظرا للخلاف يقال هذا عقد فاسد ولا يقال باطل. نعم. العقد الفاسد يلحق به الولد بخلاف النكاح الباطل فإنه لا يلحق به الولد. نعم. قال الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، ولو طلق الأخت فلا بد أن تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها جاز أن يتزوج أختها بعد تمام العدة. فلو أنه استعجل تزوج أختها قبل أن تعتد المطلقة، قبل أن تعتد أختها المطلقة، فهذا نكاح باطل لأنها ما دامت في العدة فالنكاح لم ينتهي، نكاح باطل. لكن يدرى عنه الحد بموجب هذا العقد وإن كان باطلا، بقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. وكذلك لا جاءت السنة الصحيحة بأنها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها مثل الأخت، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كما أنه لا يجمع بينها وبين أختها. وهذا مما جاءت به السنة زيادة عما في القرآن الكريم، والسنة يجب العمل بها. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. المجوسية، المجوسية أو الوثنية، لكن المجوسية نص عليها بالذات لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية، فظن أن أخذ الجزية يبيح وطأ نسائهم كأهل الكتاب، ظن أنهم مثل أهل الكتاب في حل النساء. هذه شبهة، هذا الظن شبهة، فأهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتحل نساؤهم للمسلمين، أما المجوس فإنهم تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب ولكن لا تحل نساؤهم للمسلمين ولا تحل ذبائحهم للمسلمين، خلاف أهل الكتاب تحل نساؤهم وتحل ذبائحهم وطعام الذين، يعني ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات يعني عفيفات عن الزنا. نعم. فالمجوس يوافقون في الحكم أهل الكتاب في أخذ الجزية وعقد الذمة معهم، ولكن يخالفونهم في تحريم الذبائح وتحريم نسائهم. لكن لو ظن أحد من المسلمين أن نساءهم حلال وتزوج منهم فنكاحه باطل ويفرق بينهم، ولكن لا يقام عليه الحد نظرا لوجود الشبهة وهو ظنه أنهم مثل أهل الكتاب. نعم. لم يحد في قول أكثر أهل العلم. نعم. لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بشبهة مسألة، وإن وطئ مكرها لم يحد، لقوله عليه الصلاة والسلام عبر لأمتي عن الخطايا والنسيان. ومن الشبهات التي يدرأ بها الحد الإكراه، فلو وطئ مكرها أو وطئت امرأة مكرها لم يجب الحد، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا،
واستكره عليه. بل إن الله أباح النطق بكلمة الكفر إذا أكره عليها، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يجوز النطق بكلمة الكفر إذا أجبر عليها وأكره عليها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما هو نطق بلسانه فقط ولا يعتقد ذلك في قلبه، وإنما فعل ذلك دفعا للإكراه فقط. نعم. السرقة إذا سرق من مال له فيه اشتراك أو لولده فيه اشتراك فإنه لا يحد نظرا للشبهة وهي وجود الملكية له أو لولده في هذا المال. نعم. لأن ذلك شبهة في دق الحد عنه، لأنه أخذ مالا له أخذه، ولما كانت جارية مشتركة لا يجب الحد بوطئها، فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه. ومال ولده كماله. نعم. فإذا كان ولده له شركة في هذا المال سرق منه الأب لا يحد، لأن مال ولده كماله واشتراك ولده كاشتراكه. نعم. ومال ولده كماله لقوله عليه الصلاة والسلام: حنزه مالك لأبيك. وكذلك إذا أخذ من مال غريمه الذي يعجز عن تحقيقه لقلب حقه فإنه لا حق. هذه مسألة الظفر، إذا كان له دين على شخص وهذا الشخص مماطل عجز عن أنه يستوفيه منه ووجد له مالا، فإنه يجوز له أن يأخذ قدر حقه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنها أخذت حقها. هذه تسمى مسألة الظن. فإذا أخذ من مال غريمه المماطل الذي أبى أن يسدد له فإنه لا يحد، فإنه لا يحد بذلك لأنه أخذ حقه. نعم. وكذلك إذا أخذ من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه. نعم. فإنه لا حق. بقدر حقه، أما إن أخذ أكثر من حقه هذه سرقة. نعم. لأن العلماء اختلفوا في حد ذلك، واختلاف العلماء في حد الشيء شبهة في دار الحد، وهي ما يسمونها مسألة الظفر. اختلف العلماء هل تبيح للإنسان أنه يأخذ قدر حقه كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند، أو أنه لا يباح له لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فوجود الخلاف شبهة تدرى عنه الحد. نعم. خلاف العلماء في حد الشيء شبهة في دار الحد، كما لو وضع في نكاح فاسد مختلف فيه. النكاح بلا شهود والنكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد. نعم. فصل: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج. الحرم هو حرم مكة، هو ما دام كان داخل الأميال، ما كان داخل الأميال هذا هو الحرم الذي حرم الله قطع شجره وأخذ حشيشه الأخضر وقتل الصيد فيه
وحرم القتال فيه. لو أن إنسانا أصاب ما يوجب عليه الحد وهو خارج الحرم، وقع منه الذنب خارج الحرم ثم دخل في الحرم، فهذا يراقب ويتابع ولا يقام عليه الحد في الحرم حتى يخرج. أو قتل شخصا عمدا عدوانا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهذا يتابع ويراقب ولكن لا يقام عليه القصاص في الحرم حتى يخرج من الحرم فيقتل. أما إذا أصاب الحد في الحرم أو قتل في الحرم فإنه يقام عليه الحد والقصاص في الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالذين يقعون في الجرائم التي توجب الحدود وهم من سكان الحرم أو المقيمين فيه تقام عليهم الحدود في الحرم، أما الذين يصيبونها خارج الحرم ثم يدخلون في الحرم فهؤلاء لا يقام عليهم الحد في الحرم، ولكن إذا خرجوا أقيم عليهم الحد. نعم. ومن أداء حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج من الحرم فيستوفى منه. نعم. روي ذلك عن ابن مسعود وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت في مأمون النفس استوفيت، وإن كانت في النفس لم تستوفى في الحرم لأن حرمة النفس أعظم. نعم. قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها مقالة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. حنبل بن إسحاق ومن تلاميذ الإمام أحمد، وهو ابن أخي الإمام أحمد، الإمام أحمد عمه، فهو من الرواة الذين رووا المذهب عن الإمام أحمد وهو يروي هذه الرواية. نعم. والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقام حد جنايته حتى يخرج. هذا العمل على الرواية الأولى. العمل على الرواية الأولى. نعم. وإن حدث حرمة الحرم بالجناية. إيه. أوقع الجناية داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم. نعم. وإن حدث حرمة الحرم بالجناية وجدت حرمته بإقامة الحد عليه. نعم. ودليل الأولى قول الله سبحانه ومن دخله كان آمنا. نعم. قيل المراد بهذا الخبر الأمر، وقال ومن دخله كان آمنا، هذا خبر لكن معناه الأمر، خبر يراد به الأمر أي أمنوه، ومن دخله كان آمنا أي أمنوه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنما حلت في ساعة من نهار، وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها، فلا يجوز القتال في الحرم إلى أن تقوم الساعة، إلا من اعتدى على الناس في الحرم فإنه يدفع شره ويقاتل في الحرم دفعا لشره. نعم. وإنما حلت في ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يسبق فيها ذنب. هذا خاص بالنبي، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما أذن لي ساعة من نهار، يعني محددة. نعم. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبدل الشاهد منهم الظاهر. اللهم صل وسلم. نعم. ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإغلاق، وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم، فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة،
فلا يكون تخصيص مفيدا. هذا توجيه الرواية الثانية أنه لا يستوفى الحدود في الحرم مطلقا. نعم. ومن وجه آخر روى أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أحلت في ساعة من النهار ثم عادت حرمتها. ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به بقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وهذا ظاهر. إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا ينكار. يعني إذا ثبت أنه ما يقتل في الحرم أن مرتكب الجريمة لا يقتل في الحرم ولا يقتص منه فإنه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى لا يشرى منه شيء ولا يباع عليه شيء حتى يتضايق ويخرج من الحرم. نعم. إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعن ولا يؤوى ويقال له اتق الله واخرج إلى الحلم ليستوفى منك الحق الذي قبلك. فإذا خرج استوفي حق الله عز وجل منه. وإنما كان كذلك لأنه إذا أطعن وأوفي تمكن من الإقامة أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يجوز إيواء المحدث في الحرم بل ينبذ لا يكلم ولا يباع عليه شيء ولا يشرى من شيء ولا يطعم ما يقدم له طعام حتى يخرج من الحرم. نعم. أما من أطعمه وآواه فقد آوى محدثا. نعم. لأنه إذا أطعم وأوي تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذي عليه. وإذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل. نعم. مسألة وإن فعل ذلك في الحرام استوفي منه فيه. هذا الذي سبق كله بمن فعل الجريمة خارج الحرم أو ثم دخل الحرام فهل يقام عليه الحد ويستوفى أو أنه يضايق حتى يخرج؟ المذهب أنه يضايق حتى يخرج. نعم. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه لا نعلم في ذلك خلافا. وقد روى الأكرم في إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحدث حدثا في الحرام تقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأباحت لهم عند قتالهم في الحرام. ولأن أهل الحرام يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي لو ترك سكان الحرم ولا تقام عليهم حدود حصل الفساد في مكة. فلا بد من إقامة الحدود عليهم والقصاص عليهم حتى يضبط الأمن. نعم. ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم. فلو لم يشرع الحد في حق ما ارتكبه في الحرم لتعطلت حدود الله في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها. ولأن الجاني في الحرم هاتف لحرمته فلا ينتهض الحرم لتحريم دمه وصيانته بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم بحرمة الملك بخلاف الملك بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم بحرمة الملك بخلاف المنتهي إليها بجناية صدرت منه في غيرها. نعم. مسألة
وإن أتى حجا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب. كذلك لا تقام الحدود في حال الغزو في بلاد الكفار، لأن هذا يضعف المسلمين. فإذا أصاب أحد الغزاة حدا فإنه لا يقام عليه في أرض العدو. نعم، هذا مما تدرأ به الحدود. نعم. لما روي عن مسر بن عطاء أنه أوتي برجل، وإن أتى حدا من الغزو لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحرب. نعم. لما روي عن مسر بن عطاء أنه أوتي برجل في الغزاة قد سرق تحتية فقال بختية، يعني بعير من البخاتي يمكن. نعم، بختية يعني بعير من البخاتي ذات السنامير. نعم. فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في الغزاة لقطعته، وفي لفظ لا تقطع الأيدي في الغزاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. قام عليه الحد، قام عليه حد الرجل وإن كان ضعيفا، لأن حد الرجل قتل ويقتل، كما لو وجب عليه قصاص أو وجب عليه، قام عليه الحد. نعم. الله يا شيخ رحمه الله، هل يجوز نكاح الشقاق إذا كان كل من الطلاقين والخيار المرأة والرجل والمرأة تقاطع الآخر؟ نكاح الشغار بدون مهر لا يحل ولا يجوز ولو رضيت المرأتان، النهي عن ذلك، لأنه يعني ورد النهي عن ذلك. وحتى لو كان بينهما مهر على قول ابن عمر رضي الله عنه، اختاره بعض المحققين، ولو كان بينهم مهر لعموم الحديث وتقييد بوجود المهر، هذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، هذا من اجتهاد ابن عمر. وإلا النص عام لا يجوز الشغار سواء كان فيه مهر موجود أو ليس فيه مهر، سواء كانت المرأتان راضيتين أو لم تكونا راضيتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما اسم كتاب ابن المنذر الذي أورد فيه إجماعات أهل العلم؟ كتاب الإجماع، اسمه كتاب الإجماع أو الإجماع، كذا الإجماع مطبوع وموجود. نعم، كتاب مفيد وإن كان في بعض الإجماعات فيها نظر، لكنه مفيد في الجملة. كل واحد معاصر ألف كتاباً سماه موسوعة الإجماعات، تتبع ما في كتب أهل العلم مما أجمع عليه وحضرها في هذا الكتاب، فهو مرجع مفيد يعني. وأيضا أشار إلى مواطنها في الكتب التي نقل منها، فهو كتاب مفيد أيضا، موسوعة الإجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للقاضي أن يقتل من زنى مرات كثيرة ولم يقام عليه الحد من باب التعزير؟ لا، الجمهور على أنه ما يقتل وإنما يقام عليه الحد. لا، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يختار أن المجرم إذا لم يرتدع بالحدود فإنه يقتل دفعا لشره، لأنه أصبح صائل والصائل يدفع، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، ولأنه يكون من المفسدين في الأرض. الله تعالى يقول
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. قولوا تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، دل على أن المفسد في الأرض يقتل دفعا لشر. فإذا تكاثر منه الزنا وشرب الخمر والسرقة ولم يرتدع بالحدود فهذا يقتل دفعا لشره. نعم، هذا هو الراجح في النظر. نعم، وفيها حديث أيضا: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب، إلى أن قال في الرابعة: إذا شرب فاقتلوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نكاح الشقاق الذي بينهما بحيث تزوج ابنة رجل وفيما بعد تزوج ابنة الآخر ولم يتعمد ذلك، ما حكم هذا النكاح؟ لا، إذا كان النكاح ما هو مربوط بالنكاح هذا ليس شغارا، إنما الكلام على الزواج المربوط بعضه ببعض، مشروط بعضه ببعض. ما أزوجك موليتي إلا بشرط إنك تزوجني موليتك، هذا هو الشغار. حتى لو تأخر زواج إحداهما عن الأخرى هو شغار، ما دام متفقا عليه بين الطرفين فهو شغار، سواء كان تزامن في وقت واحد أو كان أحدهما متأخر. أما إذا كان ما فيه اتفاق ولا اشتراط هذا ليس بشغار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم بحكم نكاح الشغار واستمر عليه هل يعتبر زنا؟ هو نكاح باطل بكل حال، لكن يدرى عنه الحد لشبهة العقد، له يعتبر نكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار فهو نكاح باطل ولا يلحق به الولد، لو جاءه أولاد ما يلحقون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقرر برفض المجنون بين المعترف وبين المجنون عليه؟ ما في فرق، ما في فرق بين المقر والمشهود عليه، لا يربط. نعم، وإنما يضبط يمسك إذا خيف من تفلتها أو من إنه يمسك. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، هل المسألة الظاهر إذا سرق منك شخص شيئا ثم استطعت أخذه بغير علم منه، هل هذه المسألة من مسائل الظاهر؟ لا، هذه ما هي من مسائل الظفر اللي فيها عقد، فيها عقد، عقد بيع، عقد شراء، عقد دين ثابت حقك عنده بعقد. أما مسألة السرقة لا، ما تسرق منه. نعم، لكن تقيم عليه الدعوة، تقيم عليه الدعوة عند الحاكم، والحاكم إذا ثبت عليه السرقة ينفذ فيه الحد ويرجع المال لصاحبه. ولا لو قلنا من سرق منك يسرق منه صارت الفوضى، كل واحد ياخذ مال الثاني ويدعي انه سارق منه، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكفارة تدرى بالشبهات كما ظن جواز الإيمان في نهار رمضان وهو لا يعلم من الصوم إلا ترك الطعام والشراب؟ هذا في خلاف، إذا جامع في نهار رمضان جاهلا بالحكم اختلف العلماء فيه، منهم من يقول أنه لا تسقط عنه الكفارة، لأن الكفارة واجب والواجب لا يسقط بالجهل، لا يسقط بالجهل، لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاءه وقال هلكت، قال ما أهلك، قال وقعت على أهلي في رمضان، لم يستفصل منه هل أنت جاهل، هل أنت ناس، لم يستفصل منه، أوجب عليه الكفارة ولم يستفصل. نعم. ومن باب الاحتياط للصيام أيضا وعدم التساهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان يعلم حرمة النكاح بدون ولي وبدون شهود فهل لو فعله يسقط عنه الحد للاختلاف في الحكم؟
نعم، لأن وجود الخلاف شبهة، وجود الخلاف شبهة تدرى عن الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أكفي على الزنا فإن لم يفعل ضرب ضربا شديدا، فهل يعد هذا إكراها يسقط الحد، أم لا بد أن يكون الإكراه بالقتل فقط؟ لا، الإكراه يكون بالقتل ويكون بالضرب والتعذيب، يكون الإكراه في الأشياء يختلف باختلافها، لكن يكون بالقتل ويكون بالضرب ويكون بالتعذيب ويكون بالتهديد من القادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يضع الرجل وهو مكره، فإن المكره لا ينتشر ذكره ولا ينتصر، فإذا انتشر دل على أن هناك نوع من الرضا؟ نعم، بعض العلماء يقول هذا، يقول إنه لا يتصور الإكراه من الزاني وفاعل الفاحشة، لأنه لو كان لا يريدها فإنه لا يحصل منه اندفاع، لا يحصل منه اندفاع، فهم يقولون إن فعل الزنا وفعل اللواط إذا ادعى أنه مكره ما يقبل منه، لأنه لو كان غير مريد لهذه الفعلة لم يندفع إليها، ولكن الإنسان بشر، ما في شك الإنسان بشر، فيندفع إليها بحكم إنسانيته وبشريته، والصحيح أنه المكره ما عليه حد، قوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، هذا عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ادعى الشخص وجود شبهة وهو كاذب، هل الواجب عليه أن يقر بهذا الفعل أن يصبر على نفسه؟ يبين، إذا ادعى الشبهة يبينها، فإن كانت شبهة مقبولة قبل، وإلا لا تقبل. كان كل واحد يجب عليه حد يقول أنا عندي شبهة، ما يترك حتى يبين ما هي الشبهة هذه ووضحها، فإن كانت شبهة مقبولة أسقطت عنه الحد، وإن لم تكن فإنه لا يسقط عنه حق حد من حدود الله سبحانه وتعالى بدعوى الشبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد المؤلف أن أنتحة المختلفة فيها كالنكاح بلا ولي والمتعة والشغار. لا، المتعة ما يمنع، ما يمنع المختلف فيها، المتعة باطلة، أجمع أهل السنة على بطلانها، ليست مثل النكاح بلا ولي. نكاح بلا ولي فيه خلاف بين أهل السنة، أما نكاح المتعة مجمع على بطلانه عند أهل السنة. نعم. ألا يعد منها أيضا النكاح بنية الطلاق ونكاح المسجار، وما قيمتكم في هذين النكاحين؟ لا، النكاح بنية الطلاق هذا مستوف لشروطه وأركانه، فيه شهود وفيه ولي وفيه تراضي من الطرفين، استوفي لشروطه وأركانه، إنما النية أمر باطني عند الزوج، والعقود إنما تبنى على الأمور الظاهرة، أما الأمور الباطنة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا أنا أرى أنه لا يجوز النكاح بنية الطلاق، لأن فيه خيانة للطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لو درى إن كنبيتن هذه النية ما زوجك بنتك، أنت لو جاك واحد وخدعك يزوج بنتك وهو ينوي مدة معينة يطلقها، ترضى بهذا؟ ما ترضى بهذا، البنت ما ترضى أيضا بهذا، لأن يعني هذه خديعة لها، تريد بيت زوجية وتريد استمرار وتريد صيانة وتريد، لو درت أن المسألة تعبير وقت فقط ما بذلت نفسها لهذا الشيء، فأنا أرى أنه لا يجوز هذا العقد، أنه لا تكن فيه مصلحة الزواج، ولأن فيه خيانة للطرف الثاني الذي ظن أنك تريد زواج مستمر وباقي فزوجك، لكن من حيث الظاهر العقد صحيح، من حيث الظاهر. نعم. ونكاح المسيار صحيح من ناحية إجراءاته الشرعية صحيح، لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد
ويترتب عليه من الأمور المحذورة فإنه يمنع من هذه الناحية، يمنع من ناحية التلاعب وناحية تضييع الأولاد وناحية عدم قيام الرجل على المرأة وصيانتها، تصبح المرأة حرة طليقة، وهذا يمر عليها بالأسبوع أو بالشهر فقط مثل البهيمة، يقضي شاوت ويروح، ما تتم مصالح الزواج بالطريقة هذه، تضيع الأسر والأولاد بالطريقة هذه. فمن ناحية إجراءاته صحيح، لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد فإنه يمنع، ولو كان صحيح العقد يمنع نظرا للمفاسد التي تترتب عليه والمضار التي تترتب عليه، لأنه لا يكون أسرة. هل نكاح المسيار يكون أسرة؟ لا، لا يكون أسرة. المطلوب في الزواج تكوين الأسرة، تربية الأولاد، وقيام الرجل على المرأة وصيانتها من الضياع، هذه كلها تفوت مع زواج المسيار. فهو من هذه الناحية يمنع لما فيه من المفاسد والمضار، لا من ناحية العقد وإجراءاته. نعم. الشيخ وفقكم الله، هل هناك حرام داخل الأميال وحرام غير ذلك؟ لا، الحرام ما كان داخل الأميال، والأميال هي أعمدة، هي أعمدة منصوبة قديمة من عهد العباسيين أو قبل، أعمدة منصوبة، تحديد الحرام من جميع الجهات حسب الأدلة الواردة من الشارع، فكل ما داخل الأميال فهو حرام، وما كان خارج الأميال فهو من الحل. نعم. الشيخ وفقكم الله، إذا كان ارتكب جريمة خارج الحرام ثم لجأ إلينا ليقام عليه الحد، فهل يأذن من يطارد غير نظامه داخل الحرام؟ من يطارد غير نظامه داخل الحرام؟ شي يجيب مسألة غير نظاميين للحدود، هذه مسألة نظامية، اللي ما معه إقامة، الأجنبي اللي ما معه إقامة، هذا من ناحية الأمن يخرج، ومن ناحية الأمن لأنه يعني لا بد من الانضباط، ما يخلون الناس يدخلون، يدخل السحرة وعصابات التخريب تدخل بدون ضوابط، لا بد من الضبط، لا بد من تحديد الإقامة، ولا بد من الكفالة، تكون تحت كفالة أحد يسأل عنها لو يحصل من شيء، فهذا من ناحية ضبط الأمن، من ناحية الحدود هذه ناحية أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من كيفية الضبط التي ذكرها الفقهاء أن الضابط داخل المدرسة يكون منوطا به شخص يفهم ذلك ولا يفهم بكل مدرس؟ الغالب أن المدرس مؤتمن، الغالب أن المدرس مؤتمن، فلا يعين مدرس إلا وهو مؤتمن في دينه وفي عرضه وفي أمانته، فإذا كان مدرسا مأمونا فإنه مؤتمن على تأديب الطالب، أما غير المأمون هذا لا يجوز أن يعين مدرس، الغير المؤتمن في خلقه وفي دينه وفي أمانته هذا لا يجوز يعين للتدريس، يبعد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.